الغابة تحكمها مجموعة من القواعد والقوانين التي تشير دائما إلى أن البقاء فيها للأقوى. في الحقيقة قد يكون هذا الأمر محزنا بعض الشيء، ولكن هذا هو التسلسل الهرمي الذي من دونه يختل ميزان الطبيعة. واليوم مشاهدينا الكرام جمعنا لحضراتكم مجموعة من أغرب لقطات صراع الحيوانات، فتابعونا لتتعرفوا عليها. ولكن قبل أن نبدأ أعزائي المشاهدين، نرجو الضغط على زر الإعجاب دعما لنا للمزيد من الفيديوهات الرائعة. البقرة والأناكوندا. قام ثعبان الأناكوندا بمهاجمة العجل الصغير ولد البقرة، وقد أرداه ذلك قتيلا في محاولة له لأكله، ولكنه لم يتمكن من التهامه بعد، حيث فوجئ بأمه وأصحاب المزرعة يأتون في محاولة للهجوم عليه ولإخراجه من المكان. في الحقيقة يبدو على الأم أنها كانت حزينة للغاية بسبب موت صغيرها، ولهذا قامت بمهاجمة الثعبان وركله بقدميها من أجل ما فعله، لأنه قتل لها صغيرها. إنها مشاعر الأمومة يا سادة. فبالرغم من أنه قام بمهاجمتها هي أيضا، إلا أنها لم تهتم لذلك كثيرا، فما كان يشغلها هو قلبها المحروق على صغيرها. السحلية والغزال الصغير. لا تشبه هذه السحلية السحالية العادية المتعارف عليها، لكنها سحلية ضخمة للغاية. يوجد هذا النوع بشكل أساسي في إندونيسيا. تم التقاط هذا المقطع لمجموعة من السحال الضخمة التي تحاول مهاجمة غزال صغير. في الواقع كان الغزال شجاعا جدا، حتى إنه حاول مهاجمة السحلية التي كانت تحاول مهاجمته أكثر من مرة، واستطاع في البداية إبعادها عنه، ولكن كما هو الحال دائما فالكثرة تغلب الشجاعة، حيث تمكنت السحالي في النهاية من الاستيلاء على الغزال وقتله وكذلك أكله. الضباع والتمساح والغزال. بدأت المعركة في البداية بين الضبع والغزال، حيث قام الضبع بالهجوم على الغزال حتى أرداه قتيلا، وقد قام هو وأصدقاؤه بمحاولة سحب الغزال الميت إلى المنطقة الخاصة بهم، ولكن على ما يبدو كان هذا صعبا نوعا ما، حيث حاول هو وصديقه في البداية سحب الغزال ولكن لم يستطيع، فذهب أحدهما لمناداة ضبع آخر، وبالفعل تمكن الثلاثة من سحب الغزال شيئا فشيئا، ولكن ما كان بانتظارهم لم يكن في الحسبان، حيث كان التمساح يراقب بحذر من المياه. وعندما اقتربت الضباع من المياه قام التمساح بالاستيلاء على هذه الوليمة الدسمة، وترك الضباع خالين الوفاض بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في الحصول على هذه الوليمة، حتى إنهم قاموا بقتل الغزال هو وجنينه الذي كان يحمله في بطنه، كل هذا دون أن يحصلوا على أي شيء. الأسد والزرافة. رغم أن الزرافة أضخم في الحجم والطول من الأسد، إلا أن الزرافة حيوان مسالم، والأسد من الحيوانات الشرسة الآكلة للحوم، لذا دفعت الأسد الغريزة إلى مهاجمة الزرافة في محاولة منه للاستيلاء على وليمة ضخمة بعد قتلها. في الواقع لم تستسلم الزرافة لذلك الموقف، فحاولت الدفاع عن نفسها، ولكن للأسف الشديد في محاولة الدفاع عن نفسها تلك قامت بمهاجمة صغيرها دون أن تقصد، حيث إنها عندما حاولت الفرار تعثرت قدمها في صغيرها فأسقطته الضربة على الفور على الأرض فاقدا الوعي. قرد البابون والفلامينكو. من كان يعتقد أن قرد البابون مهاجم شرس، في الواقع هو كذلك فعلا، فقد قام قرد البابون هذا بمحاولة الهجوم على سرب الفلامينكو الذي كان يحاول الشرب من المياه، وقد أحدث هذا ذعرا في السرب، فأصبح كل طائر يجري في اتجاه مختلف، وهذا التشتت استغله قرد البابون من أجل الحصول على طائر من هذه الطيور بسهولة، وبالفعل تمكن من الصيادة. البقرة والفهد. كانت هذه البقرة تقف داخل المياه بشكل عادي للغاية، وعندما شعرت البقرة بحركة غريبة داخل المياه، في الحقيقة هي لم تستطع أن تميز ما الذي يتحرك في المياه بالبداية، ولكن على ما يبدو أنه كان هناك فهد يراقب الموقف من بعيد. وعندما اطمأن أن البقرة وحيدة قام بمحاولة مهاجمتها داخل المياه، وقد كاد بالفعل أن ينجح في بداية الأمر، ولكنها ظلت تفلت منه داخل المياه مرارا وتكرارا حتى استسلم هو للموقف في نهاية المطاف. الضفدع والثعبان. وضع القدر هذا الضفدع في طريق ثعبان، فما كان من الثعبان سوى أن قام بمحاولة الهجوم عليه،
وقد حاول الضفدع الهرب بكل ما أوتي من قوة من مخالب الثعبان، ولكن كان الثعبان قد أحكم قبضته عليه، وبالفعل تمكن الثعبان من التهامه بشكل كامل في غضون ثوان معدودة. السحلية والثعبان. هذه السحلية أصغر بكثير من السحلية التي رأيناها في المقاطع السابقة، حتى إن الثعبان يستطيع مهاجمتها لتكون وليمة لذيذة له على العشاء، ولكن لحسن حظها فإن صديقتها كانت بنفس المكان، حيث قامت بمحاولة إنقاذها من أجل أن يفلت الثعبان قبضته من على صديقتها، وبالفعل بفعل إصرارها في الدفاع عن صديقتها قامت بتشتيت انتباه الثعبان وتمكنت من إنقاذ السحلية الأخرى. الثعبان والأرنب. صحيح أن الأرنب من الحيوانات المسالمة، ولكن قد تدفع الظروف أحيانا إلى مهاجمة أشرس الزواحف على وجه الأرض، فهذا الثعبان قام بمهاجمة صغار الأرنب، وعلى ما يبدو أنه قد قتل بعضهم، مما دفع هذا الأرنب الذي لا يملك مخالب ولا أنيابا تساعده على الهجوم على الثعبان، دفعه إلى القيام بمهاجمته نظرا لما فعله هذا الثعبان في صغار الأرنب، ويبدو أن سرعة الأرنب وخفة حركته مكنته من تسديد بعض الضربات إلى الثعبان. الأفعى والبلشون الأبيض النادر. يقوم هذا البلشون الأبيض النادر باصطياد فرائسه من البحيرات الضحلة تحديدا على الضفاف، وقد استغلت هذه الأفعى انشغال البلشون بالعثور على وجبته، وحاول هو أن يقوم بالتهامه، حيث قام بتثبيت أنيابه داخل جناحه في محاولة له لالتهامه، ولكن يمتلك البلشون منقارا قويا للغاية، وقد استخدم هذا المنقار في الدفاع عن نفسه كي يتخلص من عضة الأفعى، فقام بغرس أنيابه في جسد الأفعى أكثر من مرة حتى استسلمت الأفعى وتركته يرحل، وتمكن البلشون من الصعود إلى تلة صغيرة، ولكنه للأسف سيموت لا محالة، خصوصا بعد أن بثت الأفعى سمها فيه. الدبور والفأر. في الواقع أنا لا أعلم ما الذي دفع الدبور لمهاجمة هذا الفأر، ولكن الغريب في الأمر أنه قام بمهاجمة فأر أكبر من حجمه بكثير دون أن يخشى شيئا، وتمكن باستخدام سمه من السيطرة على الفأر وشل حركته، بل وقتله في نهاية المطاف. معروف عن الدبور الأصفر أنه من الحشرات الشرسة للغاية ذات الأنياب الحادة، كما أنه أيضا قادر على مهاجمة الإنسان دون أن يخشاه. كانت هذه مشاهدين أبرز المشاهد التي جمعناها لكم في حلقة